فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سعيد بن عبيد، أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غير هذا الراوي، وفيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان: ما هذا مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان: يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صلي بنا يا أبا عبد الله، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث كما سبق يدل على أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم، لأن سلمان رضي الله عنه لما طلب منه أن يصلي بمرافقيه من العرب قال: لا، أنتم بنو إسماعيل، وبنو إسماعيل هم العرب، لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فدل هذا على أن العرب يقدمون في الصلاة، إمامة الصلاة وفي غيرها، لفضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والقرآن نزل بلغتهم، وهم المكلفون في حمل هذا الدين وتبليغه للبشرية، قد اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك، مما يدل على أهليتهم وفضلهم. ولكن كما سبق هذا من باب الاعتراف بنعمة الله لا من باب المفاخرة، فلا يجوز لأحد أن يفخر على أحد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جعلهم شعوبا وقبائل، الشعوب للعجم والقبائل للعرب، لأجل التعارف، تعارف الأنساب فيما بينهم والتواصل فيما بينهم. وأما الكرم فإنما يكون بالتقوى، سواء كان من العرب أو من العجم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتفاخر في الأنساب، التفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية كما سبق، لا فخر إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو بين صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، من باب شكر الله، تحدث بنعمة الله، لا من باب الفخر